d'aujourd'hui, donc elle sera partagée en trois phases. La première phase sera réservée donc à la présentation de la 65e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Cette présentation sera faite par Jolie Sabriak, qui est membre de l'association marocaine des droits des femmes. Et en seconde partie, nous aurons la présentation de Samira. Samira Bikardan, qui est membre de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Samira Bikardan, عضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. وأيضا يعني منسقة الدينامية الجمعوية المواكبة لأشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة اللي يعني كتشتغل حاليا بدأت الأشغال ديالها يوم 15 مارس وستتواصل الأشغال إلى غاية يوم 26 مارس كما العادة سنويا هناك لقاء في نيويورك المفروض انه يعني كيتم في نيويورك لكن بالنظر لظروف الجائحه هذه السنه والسنه الماضيه يعني تم عقده بشكل اللي هو فيرتوال. اذا لجنه وضع المراه يعني تاسست سنه 1946 وهي هيئه تابعه للامم المتحده يعني تهتم يعني جهاز تقريري تابع للأمم المتحدة وبالضبط يعني مجلس اقتصادي واجتماعي للأمم المتحدة تهتم أساسا بقضايا المرأة وتعرف سنويا أكبر تجمع للحكومات والجمعيات والناشطين في يعني في مجال حقوق المرأة وقضايا النساء إلى آخره. إذا هذه السنة اللجنة تتناول موضوع يعني كيف ما العادة سنويا تختار موضوع معين. هذه السنة تنكب على النظر يعني على المنجزات اللي قامت بها الدول الأطراف للأمم المتحدة في مجالات العنف ضد النساء، في مجالات مشاركة النساء في الحياة العامة، ولكن أيضا في مجالات التمكين الاقتصادي للنساء وكذلك المساواة بين الجنسين. هناك أيضا يعني محور اللي كتشتغل عليه لجنة وضع المرأة بالإضافة لهذا يعني الموضوع الأساسي، هناك موضوع اللي هو موضوع المراجعة اللي هو يتعلق بقضايا النساء وعلاقتها بالتنمية المستدامة. إذا احنا كجمعيات مواكبة لهاد الأشغال هذه، هدفنا الأساسي من هذا الندوة هو أننا ننور الرأي العام بخصوص ما يقع، لأن ما المفروض أن يكون هذا موضوع نقاش عمومي يعني وأن الحكومة تدعو لهذا يعني تتعرف بما يتم بالإنجازات اللي قامت بالتعثرات اللي كينا بالتحديات اللي كينا قصد يعني تجاوزها، إلا أننا يعني نرى بأنه ما كينش هذا الأمر، ما كينش هذه العملية هذه ديال التحسيس وديال التوعية وديال تعريف وسائل الإعلام بما يقع في نيويورك وبما يقع في لجنة وضع المرأة. وبالتالي احنا خدينا هذه البادرة هذه للقيام دورنا وللتعريف بهذا العمل، ولكن أيضا للتعريف بما نقوم به طيلة السنة من ترافعات من ضغط ومن كذلك تعبئة إلى آخره ومساهمتنا في هذه الأشغال ديال لجنة وضع المرأة، وكذلك أيضا عبر التقارير الموازية اللي كنقوموا بها في أثناء مراجعة أي يعني التزامات المغرب بخصوص يعني الهيئات التعاهدية التابعة للأمم المتحدة. إذا ندوتنا هذه كتندرج في هذا الإطار. بالنسبة لنا كذلك فرصة أننا نعطي وجهة نظرنا بخصوص التقرير الوطني الذي أعدته وزارة التضامن في هذا الشأن، يعني في شأن وشاركت به وقدمته لجنة وضع المرأة. احنا قريناه حللناه وعطينا ملاحظاتنا بشأنه، ولكن أيضا دائما بحكم أننا نعتبر أنفسنا من واجبنا أننا نكون قوة اقتراحية، أعطينا كذلك توصياتنا اللي كنشوف بأن عبرها ممكن أننا نحقق فعلا يعني ما نصب إليه من تمكين فعلي للنساء والفتيات. ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة
عضوة في الدينامية الجمعوية لمواكبة أشغال الدورة 65 للجنة المرأة اللي ما وفقت تعقد في نيويورك، الآن كتعتقد في هاد الظروف ديال كوفيد يعني كاينة عن بعد. الأساسي من هاد الندوة الصحفية اللي دارت اليوم هو أنه نبلغ صوتنا أنه هاد الجمعيات النسائية مشاركة في هاد الدورة، وحنا كاين تحضيرات منذ شهور وشهور، وحنا كنحضروا كدينامية اللي فيها أكثر من 25 جمعية نسائية، والهدف ديالنا هو أنه يكون حضورنا باقتراحات مهمة وفي إطار ملاحظاتنا، لأنه إحنا لازم تكون عندنا واحد ملاحظات على التقرير اللي كتقدمه الدولة. هذا هو الدور اللي كنقوم به، كتكون قراءة، كتكون ملاحظات ديالنا، لدينا ملاحظات ولدينا اقتراحات من أجل المستقبل زاهر للنساء. وطموحنا هو أنه ما تكونش الاحتفالية ديال مارس فقط، وإنما إحنا خلال السنة كنشتغلوا وفي هذه المحطات اللي كنعتبرها المحطة مهمة ديال من 15 ل 26 مارس في اللجنة الموضوعاتية للمرأة، لأن هذه اللجنة كتجتمع دائما في نيويورك، كيكون فيها نساء العالم، كيكون فيها نقاشات ديال الدول وديال المجتمع المدني. نحن كمجتمع مدني يعني حقوقي كنطمحوا على انه فعلا نكونوا مواكبين لا في اطار قوانيننا تكون في مستوى تطلعات ديال 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 العالم وديال التطور اللي عرفوا المغرب، لا في مستوى تطلعات دستور 2011 ولا في مستوى تطلعات الاتفاقيات الدوليه اللي صوت عليها المغرب. والاساسي هو انه كاينه مجموعه ديال الملاحظات عندنا اللي كنتمنى لانها تكون فعلا تكون هناك مقاربه تشاركيه لا بالنسبه مع الدوله، يعني الجمعيات خاصها تكون حاضره وملاحظه تخذ بعين الاعتبار، لانه كاينه مجموعه ديال القوانين الان اللي لابد ان مراجعتها يعني من الاصل. مدونه الاسره فات عليها 17 سنه، فيها باقي تزويج القاصرات، باقي فيها مجموعه ديال 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 النقاط اللي كنعتبروها، والمراه وبالنسبه للحضانه ديال المراه اللي تزوجات كيحيدوا لاولادها. اذا القانون الجنائي ورش كبير تفتح هذه عامين وعاود تسد، يعني فين هو القانون الجنائي؟ لانه احنا دائما كنطرحوا انه يكون تشديد العقوبه على الممارسين الجرائم معينه لا في الاغتصاب ولا غيره. قانون جنائي يعني كنتظروه بفارغ الصبر انه خصو يخرج للوجود، وايضا كل القوانين وكل ما يمس بكرامه او يحط بكرامه المراه وتكون مواكبه للتطور والدستور والاتفاقيات. شكرا. وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.